قال الرئيس الصيني شي جين بين إن السيدة لاغارد تعمل على دفع التعاون بين صندوق النقد الدولي والصين وتدعم التعاون الدولي في بناء الحزام والطريق، ومضيفا أن الصين تشيد بالعلاقات الجيدة مع الصندوق وتأمل في أن يواصل الجانبان تعميق التعاون بينهما. وأكد شي جين بين على أن الصين ظلت تدعم منظمة قوية لصندوق النقد الدولي وترغب في أن يجسد الإصلاح الخاص بالحصص والحوكمة الصفة التمثيلية وحق الكلام لدول الأسواق الناشئة. ومن جانبها قالت لاغارد أن مبادرة الحزام والطريق تجسيدا هاما للقوة القيادية التي تظهرها الصين في الشؤون الدولية، وثمنت عاليا الدور القيادي للصين في دعم تعددية الأطراف. وأضافت لاغارد أن منظمة صندوق النقد الدولي تهتم بشراكة التعاون مع الصين وتنوي تقديم مساعدات لبناء الحزام والطريق.